السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، اليوم سوف نقوم بمراجعة بعض القاعدات التي تم لنا أن قمنا بشرحها وحل تدريباتها. انظر معي إلى الجملة التي أمامك. عاد من السفر عامر ثم سعيد. الكلمة الأولى تسمى المعطوف عليه، والكلمة التي باللون الأسود هي حرف عطف، والكلمة الثانية هي اسم معطوف. لو نظرت إلى المعطوف عليه والاسم المعطوف تجد أن كلاهما قد اتفقا على حركة واحدة وهي تنوين الضم. عامر تنوين ضم وسعيد تنوين ضم. انظر معي إلى الجملة الآتية: نظرت إلى القمر فالنجوم. المعطوف عليه الكلمة الأولى هو القمر، والكلمة التي باللون الأسود الفاء هي حرف عطف، والنجوم اسم معطوف وحركتها الكسرة. إذن المعطوف عليه حركة كسرة والاسم المعطوف حركة كسرة، وكلاهما اتفقا في الحركة، هنا كسرة وهنا كسرة. انظر معي إلى القاعدة التي سوف أقوم بشرحها مرة أخرى، وهي تنوين الضم وتنوين الفتح. كلمة بحر تنوين ضم، وكلمة بحر تنوين فتح، تنوين فتح، وأضع تنوين الفتح على الحرف الذي قبل الألف لأن أسمي هذه الألف هي ألف تنوين النصب، ألف تنوين النصب، فأضع تنوين الفتح على الحرف الذي قبل الألف وهو حرف الراء. وإذا وضعت التنوين النصب على الألف هنا خطأ، هنا خطأ. انظر معي: كلمة كرة أضع تنوين الضم على التاء المربوطة. أكتب تنوين الفتح عليها تصبح كرة، أضع تنوين الفتح على التاء، على التاء. انظر معي إلى كلمة ماء، هل تنوين الفتح يوضع على الهمزة أم أضع نونا آخر الكلمة ماء، أو أضع التنوين على الهمزة ثم ألحق به ألف تنوين النصب؟ ما هي الصورة الصحيحة لكتابة تنوين الفتح في كلمة ماء؟ ماء هي ماء، أضع تنوين الفتح على الهمزة فقط، على الهمزة فقط، هكذا على الصورة التي أمامك. انظر معي إلى قاعدة أخرى سوف نقوم بشرحها، انظر معي. انظر معي إلى الجملة الآتية: شرب سعيد الماء، هنا جالس. أريد أيضا تحويل كلمة الضم، هنا تنوين الضم في كلمة جالس إلى تنوين فتح، فماذا أقول؟ جالسا، وأضع تنوين الفتح على الحرف الذي قبل الألف، مثل كلمة دخل الرجل بيته مسلما على أهله. هنا مسلم تنوين ضم، أحوله إلى تنوين فتح. كيف تكتب الكلمة؟ مسلما، انظر مسلما، وضعت تنوين الفتح على الميم وليس على الألف. نعم، هذه هي الكتابة الصحيحة لتنوين الفتح. انظر معي إلى الجمل الآتية التي أمامك: ذهب اللاعب إلى السباق فراغ. ماذا أضع؟ أي كلمة أضع؟ هل أضع كلمة غزيرة أم مسرعا أم واقفة؟ ذهب اللاعب إلى السباق ماذا؟ مسرعا، انظر مسرعا. ماذا تعرب كلمة مسرعا؟ هل هي حال أم مفعول لأجله؟ اطرح على نفسك سؤال يبدأ بكيف. ماذا تقول؟ كيف ذهب اللاعب إلى السباق؟ بماذا تجيب؟ بكلمة مسرعا. إذا كلمة مسرعا ماذا تعربها؟ حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن كي أستخرج الحال من الجملة أطرح سؤالا بكيف، بينما إذا أردت أن أستخرج المفعول لأجله أطرح سؤال بماذا؟ بلماذا؟ أطرح سؤال بلماذا؟ نعم. انظر معي إلى قاعدة الهمزة المتطرفة، الهمزة التي تكتب على السطر.
كلمة لجوء كتبت لمزة على السطر لماذا يا رابع؟ لأنها سبقت بحرف علة هي هو الواو. كلمة كفء كتبت الهمزة على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف صحيح ساكن. ما معنى ساكن؟ أي أن عليه حرف السكون، أنه عليه حركة السكون. وما معنى حرف صحيح؟ أي أنه ليس من حروف العلة. ما هي حروف العلة يا رابع؟ الألف والواو والياء. كلمة دفء كتبت الهمزة على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف صحيح ساكن هو الفاء وعليه السكون. كلمة بد، انظر إلى معي هنا إلى هذه الكلمة. أدى اللاعب بعض التمرينات قبل بدء المباراة. بدء، انظر، كتبت الهمزة على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف الدال الصحيح وعليه ماذا؟ عليه سكون. إذن سبقت بحرف صحيح ساكن، لذلك كتبت على السطر. كلمة يصل الطعام إلى المعدة عن طريق المريء. كلمة المريء كتبت الهمزة على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف علة وهو الياء. هناك كلمات فيها ألف تنطق ولا تكتب، مثل ماذا؟ هذا، ذلك، لكن، الرحمن. جميعها كلمات فيها ألف تنطق ولا تكتب. جيد، انظر معي هنا، سوف أقوم بمراجعة المفعول لأجل مرة أخرى. انظر، يواظب المجد على الدراسة لماذا؟ حرصا على التفوق. حرصا، انظر، سوف أطرح سؤالا بلماذا. لماذا يواظب المجد على الدراسة؟ ما هو جوابك؟ حرصا على التفوق. أين المفعول لأجل يا رابع؟ كلمة حرصا، ماذا تعربها؟ مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن المفعول لأجله لا بد أن أطرح سؤالا يبدأ بلماذا، فالإجابة تكون محتوية على المفعول لأجله، ودائما يكون منصوب علامة نصبه الفتحة. حينما انظر معي رابع إلى الأسماء الإشارة. أسماء الإشارة، ما هي أسماء الإشارة؟ هي تلك الأسماء التي أشير بها إلى الشيء أو إلى الأشخاص. ما هي؟ هذا وهاتان وهذان وهذه وهؤلاء. انظر إلى الصورة، أمامك طائرتان، بماذا تشير إليهما؟ ما هو اسم الإشارة؟ هاتان، هاتان طائرتان، طائرتان مثنى، إذن أستخدم هاتان. ملعب، أشر إليه، ماذا تقول؟ هذا ملعب مفرد، أستخدم كلمة هذا. هذا ملعب، أشرت إليه بهذا، اسم الإشارة يدل على المفرد، هذا اسم إشارة للمفرد. مجموعة من الأطباء، أطباء، مجموعة من الأطباء. كلمة أطباء جمع ماذا يا رابع؟ جمع تكسير أم جمع مذكر سالم؟ نعم، هي جمع تكسير، هي جمع تكسير، مثل كلمة أمواج وكلمة أشجار وكلمة أقلام. أشر إلى تلك المجموعة باسم إشارة مناسب. نعم، هؤلاء، أقول هؤلاء طول أطباء، هؤلاء أطباء. انظر، أمامك يد، أمامك يد، وكلمة يد مفرد، أشر إليها باسم إشارة مناسب، ماذا تقول؟ هذه، هذه يد. انظر، لدي هنا أمامك كتابان، نعم كتابان، أشر إليهما باسم إشارة مناسب، ماذا تقول؟ هذان، هذان كتابان. نعم، فكلمة كتابان مثنى، كلمة كتابان مثنى تدل على اثنان، مفردها كتاب، مفردها كتاب. ما جمعها؟ جمعها كتب. وما نوع الجمع هنا؟ جمع ماذا؟ جمع تكسير، جمع تكسير. نعم، بهذا نكون قد قمنا بمراجعة بعض القاعدات. أتمنى لكم مزيد من التقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.